الانطلاق من محمد هاني من ناحيه اليمين، انطلاق محمد هاني يحاول يمر، محمد هاني عدى بمهارته ممكن يربط ويلعب تصويبه، جول 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 جول. يا ولد يا ولد يا محمد يا هاني، عدى في الاولى ومرت الهجمه، لكن في الثانيه على طول يسجل كوره من تصويبه، وهدف رائع جدا جدا من محمد هاني بمجهود فردي. لما التكتلات الدفاعيه تكون موجوده لا يفل الحديد الا الحديد، تصويبه يعني بدانه مدفع من رجل على طول اللاعب محمد هاني، ادي الواحد اللي عدى منه والثاني على طول، وعلى طول تصويبه يا ولد يا لعيب في الزاويه الضيقه، صعبه جدا على حارس المرمى رمضان مصطفى اللي تالق في الشوط الثاني وزاد عن مرماه، لكن دي تعدي منه ويتقدم طلائع الجيش في وقت قاتل جدا بهدف ممتاز قوي من محمد هاني. لاعب صغير ولاعب متميز ولاعب عنده يعني اراده وعنده تصميم وعنده رؤيه كويسه جدا، شاط كره حلوه واستخدم احد الوسائل المتاحه في فض التكتلات الدفاعيه من تصويبه صاروخيه من خارج منطقه الجزاء، يتقدم طلائع الجيش في الدقيقه 84 على الداخليه بهدف جميل جدا من تغيير عملها عبد الحميد بسيوني عشان يحضن هو محمد هاني عريس الليله وصاحب هدف الفوز حتى الان.